مشاهدينا، في خطوة تبدو متناغمة مع فلسفة البريكزيت، تسعى بريطانيا لإدخال قواعد جديدة لطالبي اللجوء، مما يجعل من الصعب عليهم الدخول بشكل غير قانوني والبقاء في البلاد. وقالت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتل: بموجب خطتنا الجديدة للهجرة، إذا وصل الأشخاص بشكل غير قانوني فلن يتمتعوا بعد الآن بنفس الحقوق التي يتمتع بها أولئك الذين يصلون بشكل قانوني، وسيكون من الصعب عليهم البقاء في بريطانيا. ورغم الانتقادات الحقوقية التي قوبلت بها خطتها، بررت الوزيرة هذه الخطة بالقول: لم يعد التربح من تجارة الهجرة غير الشرعية إلى بريطانيا يستحق المخاطرة مع فرض عقوبات جديدة على مهربي البشر. وفيما تسميه الحكومة أكبر إصلاح لنظام اللجوء منذ عقود، تضع الخطة الجديدة تصورا لإعادة توطين اللاجئين المعرضين لخطر عاجل بسرعة أكبر. نتابع أبرز ملامح الخطة المقترحة. مشاهدينا، للمزيد ارحب بضيفي عبر سكايب من لندن السيد انور القاسم الكاتب والصحفي. ارحب بك سيد انور. هل ما نشهده اليوم من هذا القانون المقترح هو تجسيد لملامح بريكزيت الجديده والتي ظلت معالمه غامضه حتى وقت قريب؟ يعني تماما، هذا سؤال وجيه جدا. هو بريكزيت جديده لكن من ناحيه الهجره. كما نعلم بريطانيا يعني كانت على الدوام تجأر بالشكوى من الأوروبيين وتقول إن قوانين الهجرة الأوروبية تثقل كاهل البريطانيين والحكومة البريطانية، وبالتالي بريطانيا كانت دائما ترنو للخروج من اتفاق دبلن الذي يقتضي باستيعاب اللاجئين وتوزيع اللاجئين والمهاجرين الذين يصلوا إلى البر الأوروبي فيما بين الدول الأوروبية. الآن بريطانيا، جزء من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي البريكزيت كان مسألة الهجرة، فبالتالي بريطانيا قالت إنها ستعتمد نظاما جديدا للهجرة بغض النظر عن النظام الذي تعتمده دول أوروبا الموحدة. الآن هذا النظام يتبلور بشكل واضح جدا. بريطانيا لن تسمح وفق هذا النظام الجديد بوصول المهاجرين إليها من دول آمنة أو دول ثالثة آمنة. هذا أولا. ثانيا، ستعيد هؤلاء، بالسابق كان الأمر متعذرا بشكل كبير، الآن لن يكون الأمر متعذرا، وبالتالي ستستطيع الحكومة بالقانون تهجير هؤلاء أو إعادة هؤلاء إلى الموطن الثالث الذي قدموا منه. ولكن إلى أي مدى يمثل سيد أنور، إلى أي مدى يمثل هذا التوجه نوعا من التنكر لسياسات بريطانيا التي تقوم على التفاعل مع القضايا الإنسانية حول العالم؟ هذا صحيح تماما. يعني حقيقة العديد يعني مثلا من الأحزاب البريطانية، سواء حزب العمال أو حزب الليبراليين الأحرار، انتقدوا هذه الخطة واعتبروها انتهاكا للقانون الدولي. وكلنا نعلم أيضا أن الأمم المتحدة اعتبرت أن هذا انتهاكا أيضا ويعتبر تنكرا كما تفضل. لكن بريطانيا تعاني من مشكلة اللاجئين غير القانونيين، بمعنى آخر اللاجئين القانونيين سيحظون برعاية دائمة، وبريطانيا لديها رصيد وتاريخ مشرف في اعتماد المهاجرين وإدماج هؤلاء في
المجتمع البريطاني، لكن الآن هي تريد أن تغير من قوانين، تعتبر يعني وزيرة الداخلية البريطانية تعتبر أن القوانين البريطانية الحالية قوانين لينة أو قوانين عفى عليها الزمن، وبالتالي بريطانيا بحاجة إلى سياسة جديدة، بغض النظر سواء اتفقت تلك السياسة مع القوانين الدولية أو اعتبرت انتهاكا للقوانين الدولية. لا. أنا أعتقد أن بريطانيا ستواجه بالكثير من الانتقادات من المنظمات الحقوقية، منظمات المسؤولة والمعنية بشؤون اللاجئين، إذا يعني إذا استمرت بهذه السياسة. طيب وأنا أعتقد أن القوانين الجديدة ستكون إلى حد ما يعني قوانين لنقل مرنة، تستوعب كل الاختلافات بحيث لا تتعرض الحكومة لانتقادات. طيب هذه السياسة التي تتحدث عنها وهذا القانون يأتي بعد قرار بريطاني سابق بخفض المساعدات الإنسانية الدولية، وبالتالي ومن ثم جاء هذا القانون. إلى أي مدى يشير إلى توجه بريطاني انعزالي عن العالم؟ يعني لا نستطيع أن نقول توجها انعزاليا، بمعنى آخر بريطانيا حينما قررت أن تخرج من الاتحاد الأوروبي لم تقل إنها ستتقوقع على نفسها، قالت بالعكس إنها ستشكل يعني دولة جديدة تختلف عما كان سابقا، وبالتالي هي تريد أن تكون دولة أو تعيد أمجاد الإمبراطورية البريطانية وتكون لها علاقات قوية جدا مع باقي دول العالم وتنفتح مع دول العالم، لكن هذا شرط أن تكون تابعة وضمن قوانين جديدة صارمة. بريطانيا لا تريد عزلة، حزب المحافظين الحاكم يريد سياسة جديدة، اقتصادا جديدا، أيضا طريقة تعامل جديدة مع دول العالم وليس انعزال. نعم. طيب ولكن البعض يرى سيد أنور القاسم بأن هذه السياسات هي صدى بريطانيا خرجت من الاتحاد الأوروبي وكان أهم شعار فيها هو الموضوع الهجرة. اليوم البعض يرى بأن هذا التوجه البريطاني ما هو إلا صدى لسياسات لبعض الدول الأوروبية منها فرنسا وغيرها من الدول المعادية للمهاجرين. نعم، يعني دعنا نتفق على نقطة، أن موضوع المهاجرين كان سببا رئيسيا في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. أيضا مشكلة توزيع اللاجئين وتدفق اللاجئين بأعداد غير مسبوقة فرضت على العديد من الدول الأوروبية اتخاذ إجراءات جديدة أو المطالبة بتغيير السياسات. يعني ما حصل مثلا في الحرب السورية وخروج الكثير من اللاجئين السوريين، وأيضا في الشرق الأوسط ما حصل في اليمن وفي ليبيا وفي العراق، وأيضا الكثير من الدول الأفريقية، يعني هذا شكل عبئا كبيرا على الشمال الأوروبي. لأول مرة صارت الهجرة كبيرة جدا عبر البحار، وبالتالي صارت أصبحت تجارة غير قانونية وأصبحت ضاغطة على هذه الدول، وبالتالي هذه الدول كل هذه الدول حقيقة لم تعد ترحب باللاجئين كما كانت تفعل في السابق، والدليل ما حصل مثلا في اللاجئين السوريين. نعم، ولكن هذه الدول سيد أنور، فقط للملاحظة، هذه الدول التي أقدمت على إقرار مثل هذه القوانين هي دول فيها اليمين المتطرف غالب على الواجهة السياسية، واليوم حتى هذه الوزيرة البريطانية التي طرحت هذا القانون هي مثيرة للجدل، والبعض يرى بأنها معادية للمهاجرين أيضا. نعم هذا صحيح، يعني دعنا أيضا نقول أن حزب المحافظين لديه سياسة متشددة، يعني لا يمكن مقارنة سياسة حزب المحافظين في سياسة حزب العمال أو الليبراليين الديمقراطيين، وبالتالي حتى يعني حكومة رئيس الوزراء الحالية لديها توجه لتجديد القوانين وأيضا لتجديد السياسات، وهذا كان واضحا حتى من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، كان أمرا صادما وأيضا أمرا يمينيا لنقل، إضافة إلى أن السياسات الاقتصادية تعتمد نفس هذا المنهج. يعني حزب المحافظين الآن يحاول تشكيل أو إرساء قواعد جديدة للسياسة الخارجية البريطانية والسياسة الاقتصادية وللعلاقات الدولية بشكل كبير، ولهذا نحن ربما نرى أو نشهد مملكة متحدة جديدة عبر السنوات القادمة بعد خروج بريطانيا الفعلي من الاتحاد الأوروبي. أشكرك جزيلا سيد أنور القاسم الكاتب والصحفي، كنت معي عبر سكايب من لندن.